هذه هي أزقة حي المحمدي، الحي الذي يعتبر من الأحياء الجديدة بالمدينة. إخواني إخواني أخواتي المشاهدين، هذا حي محمدي اللي حي من الأحياء الجديدة بمدينة سيدي سليمان. كيف تشوفوا الحالة، البنية التحتية كبيرة، وكما تلاحظون برك مائية في أول قطرات مطرية بمدينة سيدي سليمان. لازلنا معكم كما تشاهدون إخواني أخواتي المشاهدين. الحالة البنية التحتية ديال المدينة لا تدعو للفرح، كما تلاحظون أن برك مائية كبيرة